مرحبا مشاهدينا اللي عم يتابعونا عبر شاشة مريم تي في وعبر مواقع التواصل. شهد عام 2022 أحداث كثيرة ولحظات رياضية رح تبقى بأذهان عشاق الرياضة. بهالسنة عاش الكل لحظات حزينة ولحظات سعيدة، بموسم شهد كثير من التقلبات والأحداث التاريخية، أبرزها فوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، وأعطى اللقب لبلده للمرة الثالثة بمونديال قطر 2022 لكرة القدم. بهالحلقة رح نروح على جولة على أبرز إنجازات المرأة بعالم الرياضة لعام 2022. حصدت لعبة التنس المصرية ميار الشريف عدة نجاحات على مدار هالسنة، حيث توجت بلقب بطولة كولينا الدولية للتنس لتحقق لقبها الرابع بموسم 2022 على الصعيد العالمي ببطولات رابطة المحترفات. بشهر حزيران وبعد مشهد خاطف للأنفاس، تم إنقاذ الأمريكية أنيتا ألفاريز بشكل دراماتيكي من المسبح من قبل مدربتها الإسبانية أندريا بعد ما أغمي عليها خلال أدائها ضمن منافسات السباحة الإيقاعية ببطولة العالم للسباحة بالعاصمة المجرية بودابست. لاعبة التنس التونسية أنس جابر بنت بال 28 سنة هي أول عربية بتوصل لنهائي ويمبلدون، بجانب كونها أول عربية على الإطلاق بتحتل المركز الثاني بتصنيف اللاعبات المحترفات WTI الألف بعد فوزها بلقب بطولة مدريد المفتوحة، فيما منحها وزير الرياضة التونسي لقب وزيرة السعادة. وأعلنت جابر أنه بالسنتين المقبلتين هدفها تصير المصنفة الأولى عالميا وأنه تفوز بدورات بالبطولات الكبرى. العداءة السورية ديما الأكتع واحدة من الميت مرأة الأكثر إلهاما بالعالم وفق تصنيف لائحة بي بي سي للنساء، فرغم بتر ساقة بسبب أزيفة طايشة بالحرب بسوريا عام 2012 أصرت على المثابرة والمشاركة بسباقات الركض بعد تركيب طرف اصطناعي لإلها، وكملت بجمع التبرعات للاجئين وعم بتواصل التدريبات استعدادا للمشاركة بدور أولمبياد 2024. بشهر شباط فازت المتزلجة الأمريكية إيرين جاكسون بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الشتوية اللي أقيمت ببكين، لتكون أول امرأة سمراء البشرة بتفوز بالجائزة الذهبية للأولمبياد الشتوي، حيث حصدت جاكسون الميدالية بسباق التزلج السريع لمسافة 500 متر. شاركت بنت بلدة سور ريم الصايغ ببطولة العالم للغوص الحر المقامة بتركيا بمدينة كاش، واستطاعت تحطيم رقمين قياسيين للبنان عن فئة النساء للزعانف الأحادية والمزدوجة، حيث شارك بالبطولة أكثر من 150 غواص من 31 دولة مختلفة، ورفعت ريم اسم بلدها لبنان بأهم المحافل الدولية. تيا كلير تومي هي أكثر امرأة اهتمت بجسدها بالعالم وكافحت لاحتضان عضلاتها، تحتفظ بلقب فيتست وومن للسنة السادسة على التوالي. تم إجراء بطولة ركوب الموج للسيدات بالبرازيل وكانت مشاركة النساء واسعة بعام 2022. أفضل مدربات كرة القدم كان عندهم الفرصة السنة يحكموا بمباريات الفيفا قطر 2022، من بينهم إيما هيس المحترفة اللي شاركت ببطولات من سنة 1995 وأسست فريقها الخاص. هالسنة اختتمت نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، وبسنة 2023 بشهر تموز تستضيف أستراليا كأس العالم للسيدات. حضروا حالكم لتتابعوا أقوى سيدات بلعبة كرة القدم. بتمنى لكم سنة حلوة، ملتقانا الأسبوع المقبل. شكرا لمتابعتكم.